بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أنا الدكتور طارق الوليلي، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة اسكندرية. الحقيقة يمكن الكلام النهاردة هيكون على جزئية صغيرة قوي أحارت الناس كتير قوي وابتدوا يفكروا فيها كتير، يمكن مواقع التواصل الاجتماعي الناس كتير بتتكلم قوي. طب ما إذا كان الفيروس ده زي الفيروس بتاع الإنفلونزا وبيصيب الجهاز التنفسي، طب ما التعرض له هيبقى سهل في بقى اكتريه الحالات والناس هتعدي وهناخد مناعه وخلاص. بغض النظر بقى عن الكلام كتير قوي اللي اتقال عن نظريه المؤامره وان احنا هنا بنتعامل مع فيروس مخلق وان امريكا اللي عملته، لا الصين اللي عملته، لا ده عشان الاقتصاد، ده عشان القوى العظمى اللي سيطرة على العالم. كل ده الحقيقه يروح قدام ان احنا فعلا بنجابه بانديميك، يعني وباء عالمي على مستوى الكوكب كله. ف زي المعروف الكلمة كانت هي البداية، لازم عشان نعرف عدوك لازم تعرف هو يعني ايه، والانجليز بيقولوا the eyes couldn't see what the brain doesn't know، يعني لازم الاول مخنا يعرف احنا بنتعامل مع ايه عشان نعرف. الحقيقة هنا الكلام واللغط كبير قوي على الفرق بين البرد او الانفلونزا او الفلو زي ما الامريكان بيسموه والكوفيد 19 اللي هو الفيروس الكورونا المستجد. لو احنا رجعنا كده هنلاقي ان كلمة انفلونزا اللي هي اصل كلمة فلو استخدمت الحقيقة من القرن الستاشر، وكلمة انفلونزا كانت جاية من اللاتينة او الايطالي الاصل اللي هو انفلونس يعني تأثير او مؤثر، وكانوا بيتكلموا على ان المرض ده تأثير النجوم influence of stars، وبالتالي حطوه انفلونزا. وجات الكلمة من هنا الاختصار بتاعها فلو لما حصل أول وباء سنة في القرن ال 16 يعني 1580 تقريبا أو 90. جت بعد كده حاجة مشابهة في القرن ال 18 يعني 1740 حصل حاجة لحد ما بقت معروفة جدا اللي هو الاسبانيش فلو اللي حصل سنة 1918. ومن الاثناء دي لحد دلوقتي كل الناس بتتكلم على ان الفلو يساوي المرض اللي بيصيب الجهاز التنفسي العلوي. الكورونا الحقيقه الوضع مختلف. الفيروس نفسه موجود من الاول واسمه كورونا فيروس. ليه؟ لان له غلاف، والغلاف ده الحقيقه ليه سبايكس يعني بروزات، وعشان كده بيسموه عامله زي التاج، زي الجواهر اللي بترصع التاج، وعشان كده سموه كورونا فيروس. الكورونا فيروس بقى اللي هو المستجد ده اللي هو الاختصار بتاعه كوفيد 19، سي او عشان كورونا، وفيد في اي عشان فيروس، ودي عشان ديزيز. يبقى كوفيد 19 وهو اكتشف او ظهر بوضوح سنه 2019 عشان كده سموه كوفيد 19. طيب ده المعنى بتاع كل كلمه جت منين، لكن تعال نشوف بقى الفيروس هنا تعاملنا معاه ازاي. زي ما قلنا الانفلونزا فيروس اللي هو اكتشف بقى لما طلع الالكترون الميكروسكوب الالكتروني وتعرفوا عليه، لكن هو كحاله مرضيه موجود من القرن ال 16 ومعروف ومتسجل، يبقى ده قديم قوي بقاله معانا مئات السنين. فبالتالي احنا عرفنا ازاي نتعامل معاه، ازاي نعرف اعراضه، وبالتالي كمان تعاملنا بقى على مستوى عالي ما هواش وباء حتى لو كان بصوره كتيره، لكن نقدر نسيطر عليه. يعني في فلو شوتس اللي هو التطعيم بتاع الانفلونزا اللي بتعمل كل سنه، ونقدر جزء كبير جدا من الناس هيتعاملوا معاه بالذات اللي هم عندهم فرص للتعرض اكتر. ابتدوا لما ابتدى يتكلموا على H1N1 والانواع بقى المختلفه من الفيروس ده وخطورته، ابتدوا يخترعوا الادويه الجديده زي التامي فلو والفلوزا والكلام ده اللي هو ابتدى يسيطر شويه على الاعراض بتاعه المرض. لكن الحقيقه مشكلتنا كبيره جدا مع الكوفيد 19 او الكورونا فيروس المستجد ان احنا ما عندناش لحد دلوقتي دواء قاطع، كلها افتراضات، كلها محاولات، ما عندناش لحد دلوقتي تطعيم يقدر يحل لنا المشكله. فبالتالي احنا بنجابه مرض شديد ولازم فعلا نتعامل معاه بجدية وبحرص عشان نقدر نتعامل معاه.